لنقاش ملف إضراب القطاع العام الشامل في تونس ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة التونسية الكاتب الصحفي التونسي سعيد زواري. أهلا بك معنا سيد سعيد. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. حياكم الله أستاذ سعيد. يعني دخلت اليوم تونس في شلل تام بسبب إضراب القطاع العام بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للموظفين. برأيك هل هذا الإضراب سيمنع الحكومة من رفع الأسعار في نهاية المطاف؟ لا، هو لا أعتقد أن يعني إلى حد الآن يعني ننتظر رد الحكومة على هذا الإضراب العام. يعني الحكومة يبدو أنها إلى حد الآن قد قدمت كل ما تملك خلال جلسات المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الماضية، وبالتالي هي لا تستطيع أن تقدم أكثر ولا تستطيع ايضا من جانب اخر يعني التقيد بكل ما طلبه الاتحاد العام التونسي للشغل. هي اتفاقيات سابقه مع الحكومه التي سبقت هذه الحكومه، وايضا هناك مطلبية اخرى على سنوات قادمه. هذه الحكومه نعرف جيدا كلنا كيف جاءت، هي جاءت عن طريق مرسوم، وبالتالي حتى شكلا هي لا تملك صلاحيات كبرى في امضاء الاتفاقيات الكبرى مع المنظمه الشغيله. ثم ايضا هذه الحكومه لا تواجه او لم تواجه هذا الاضراب اليوم فقط، هي تواجه ايضا عديد الاضرابات. هناك اضراب جهوي في جهه صفاقس ايضا يمتد اليوم وغدا. يتزامن هذا الاضراب العام التونسي للشغل مع اضراب الاتحاد مع ايضا اضراب للقضاة الاسبوع الثاني على التوالي، يتزامن ايضا مع تحركات للمعارضه ستكون نهايه هذا الاسبوع، وبالتالي هناك هي محاوله لتشديد الخناق اكثر على هذه الحكومه. يعني ولكنها في النهايه قدمت كل ما تستطيع، هي فقط الان تجاري الاتحاد لانها تحتاج الى امضاء الاتحاد عندما تذهب الى الصناديق المانحه من اجل اخذ القروض. هي تحتاج يعني الى امضاء الاتحاد، وبالتالي اعتقد انه ستكون هناك جلسات تفاوض جديده. الاتحاد سيتخلى ربما عن بعض المطالب او يؤجل بعض المطالب، والحكومه ايضا ستكون اكثر لين في بعض النقاط بحدود ما تسمح به صلاحياتها. نعم، يعني يعني هذا الاضراب مستمر رغم علمه ان الحكومه ليس باستطاعتها تقديم المزيد. هل بات من اهداف هذا الاضراب اسقاط الحكومه اذا؟ يعني هو في الظاهر الاتحاد لا يريد ولا يسعى الى اسقاط الحكومه، هذا على الاقل ما يصرح به قياداته. ثم ايضا الاتحاد في موقف يعني حرج نوعا ما، لان الاتحاد ساند في البدايه مسار 25 جويليا، فقط هو يعني يعارض الان ولم وانسحب من الحوار يعني الذي يدور الان باعتبار انه حسب ما يقولون حوارا شكلي، ودور الاتحاد سيكون دور سوري. بالتالي الان اخذ مسافه من 25 جويليا. المطالب هي يركز الاتحاد بالاساس على انها مطالب اجتماعيه، وان كانت يعني في جوهرها او في المجمل تاتي في ظروف وفي ازمه سياسيه خانقه، وبالتالي لا يمكن تجريد الازمه السياسيه عن الازمه الاجتماعيه. الازمه السياسيه وهذا الاضراب يصب حتى من دون يعني رغبه الاتحاد، يصب في جهه المعارضه، من جهه المعارضين يعني حركه النهضه وغيرها وتنسيقيه مواطنون ضد الانقلاب ويعني جبهه الخلاص، كلها التي تنادي باسقاط ليس فقط الحكومه بل اسقاط منظومه 25 جويليا وكل ما بني بعد 25 جويليا. وبالتالي على الاقل حتى وان كان الاتحاد لا يريد الانخراط في هذه الموجه المعارضه للرئيس قيس سعيد، فانه جوهريا هو اصبح الان في قلب المعارضه. وما هذا يعني، واستفادت اليوم المعارضه التونسيه من هذا الاضراب. شلل تام في تونس اليوم تقريبا برا وبحرا وجوا. هناك قطاعات نعم لم تستجب للاضراب، وهناك ايضا التسخير التي قامت بها الحكومه ايضا، هناك بعض المنشات الخدمات العموميه قد اشتغلت، ولكن على مستوى الشكل وعلى مستوى الجوهر هو يصب في قلب يعني تلك المطالب المطالبه باسقاط الحكومه واسقاط منظومه 25 جويليا. اذا يعني كيف تبدو نقطه الالتقاء؟ ما شكل نقطه الالتقاء التي من الممكن ان تفضي الى حل هذا النزاع ان صح التعبير بين المطالب النقابيه وبين الحكومه؟ يعني هي لا اعتقد انه في الفتره الحاليه ستكون هناك نقطة الالتقاء. يعني الأقصى قد بلغنا نحن الأقصى، وهو يعني الإضراب العام. يعني في تونس الآن نعيش أزمة غير الأزمة السياسية، هناك أيضا أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وبالتالي
هذا الإضرار سيكون له تبعاته أيضا على هذه الحكومة. ثم أيضا الآن هذه الحكومة في مفاوضات متقدمة مع الصناديق الدولية المانحة، وقد قربت ربما من إمضاء بعض الاتفاقيات على قروض قد يعني تمجي هذه الحكومة لفترة مقبلة، ويعني من خلال حل الأزمة الاقتصادية. الآن نقاط التفاوض على الاتحاد، أعتقد أنه بتدخل من رئيس الجمهورية أو جلسة تجمع رئيس الجمهورية ربما والاتحاد لحل بعض الأمور، يتخلى الاتحاد عن بعض المطالب، يؤجل بعض المطالب، والحكومة يعني تلتزم، لأن الحكومة أعتقد أنها ستعود للتفاوض مرغمة. لماذا؟ لأنها تحتاج كما قلت إلى أمضاء الاتحاد في أي ورقة ستقدمها إلى صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإنه هي محتاجة الاتحاد. الاتحاد يعرف جيدا هذه النقطة، وهي نقطة الضغط الكبيرة التي يركز عليها الآن من أجل إجبار هذه الحكومة على الإمضاء على مجموعة الاتفاقيات. نعم، أيضا يعني إذا استمر الإضراب هل سنشهد سيناريو عام 1978 مرة أخرى، عندما أصر الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة قرارات أو أصدر وقتها قرارات انتهت باعتقال النقابيين وسجنهم لكسر الإضراب، هل سنشهد شيء يشابه هذا؟ يعني لا أعتقد أنه اليوم أن ممكن أن نصل ربما إلى هذه النقطة. الأمور حقيقة متغيرة في تونس، ويعني لا شيء مستغرب ولا شيء مستبعد، وهناك يعني بعض في الكواليس هناك من يتحدث عن ربما هذه النقطة أيضا حتى هنا في تونس، ولكن الاتحاد ربما نصل إلى هذه النقطة في حد أقصى، ولكن على الأقل الآن الاتحاد يحافظ على نوع من المرونة مع رئاسة الجمهورية. الاتحاد ليس معارضا لمسار 25 جويلية، وهذه النقطة تجد له بعض نقاط الالتقاء مع رئاسة الجمهورية ومع قيس سعيد بالأساس، وبالتالي فإنه يعني المسار ككل لا يرفضه الاتحاد العام تونسي للشغل، وليس ضد يعني رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه أعتقد أنهم سيذهبون ربما إلى نقاط التقاء أكثر منه يعني الذهاب نحو اعتقالات. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من العاصمة التونسية الكاتب والصحفي التونسي سعيد الزواري، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.